السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الصحة العاطفية، طبعا نحن دائما نتحدث عن جوانب الأربعة للصحة وهي مهمة جدا: الصحة البدنية، الصحة العاطفية، الصحة العقلية، والصحة الروحية. هذه الحلقة المختصرة نتحدث عن الصحة العاطفية، وجزء من الصحة العاطفية تتعلق بقدراتك الكامنة، ازدهار قدراتك اللاواعي، وتحديدا ما يتعلق بالثروة. هذه حلقة مهمة جدا، لأن الكثيرين يظنون بأن امتلاك الكثير من المال هو معنى امتلاك الثروة، لكن ياما رأينا أشخاص وصلوا فعلا، حققوا مكاسب مادية مزدهرة جدا، كبيرة جدا، عالية، ولكن بالمقابل فقدوا كثير من الجوانب الأخرى. ولذلك للحياة وهي مهمة جدا، لذلك ارتأينا بأن هناك فرق كبير جدا جدا بين امتلاك المال وهو الثراء، والغنى. امتلاك كثير من المال نحن ارتأيناه وليس كما دائما يقال بأنه الثراء. الثراء مختلف كليا عن الغناء. فسنتحدث هنا، ارتأينا بأننا نتحدث بحيث أن هي حلقات، يعني أجزاء مختلفة من الثروة. والخمس عناصر الثروة الفعالة والمستديمة. أول شيء أردنا نوضحها بالآتي: ليس كل غني ثري، بل كل ثري غني. لذلك الكثيرين يظنون بأن مجرد امتلاك الكثير من المال يتم تقييم النجاح لإنسان على ذوء كم من كمية المال الذي يمتلكه، لكن بالحقيقة ليس كذلك. ولو أن المال نحتاج من ما يتعلق بكل متطلبات الحياة، في كل خطوة نؤديها يحتاج تتطلب إلى المال، لكن ليس امتلاك المال أو الكثير من المال هو معنى الإنسان ثري. لذلك ليس كل غني ثري، بل كل ثري غني. كيف ذلك؟ أول شيء إذا ارتأيت هنا من أعلى إلى أسفل، أول شيء قوة الإيمان والإتقان، ثانية عناصر الصحة الأربعة، ثالث السعادة، رابع العلم والمعرفة. وخامس الوفرة هو المال. ونحن أردنا نوضح على شكل هرم منقلب مثلث، بحيث من أكثر أهمية إلى أقل أهمية بالتدرج. لذلك عندما تحدثنا عن العناصر الصحة وهي أربع عناصر بالتحديد: الصحة البدنية، العاطفية، العقلية، الروحية. لذلك إذا الإنسان يمتلك أول شيء يركز على قوة الإيمان، الاتقان، هذا أهم شيء. تليه في المرحلة الثانية أربع عناصر صحة، ثم السعادة، ثم العلم والمعرفة، ثم وفر المال. لذا كلما امتلك المال الكثير من المال كلما توسع الهرم بشكل نفس اتجاه الأساس، يتوسع بنفس النسبة والتناسب. ولذلك نشيد كل إنسان، كل من يشاهد هذا المقطع،
بأن يهتم بالثروة بالثراء أكثر من أن يهتم على المال فقط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم جزيل الشكر على هذه المتابعة. نرجو منكم الاشتراك لمن لم يشترك، ووضع علامة الإعجاب، والنشر بكل مقاطع التي نحن من حلقات التي نقدمها، لأننا عندما نركز على فوائد الماء ساخن، وهي باعتبار أن العناصر الأساسية التي تغذي خلايا جسم الإنسان للتحقيق، ليس مجرد خلو من الأمراض أو الحماية من الإصابة بالأمراض، باعتبار أن الأمراض تقع في جانب واحد فقط، الجانب الصحة الجسدية أو البدنية، وكذلك البدانة، وكذلك بناء الجسم السليم، لكن تليها مراحل أخرى، جوانب أخرى، عناصر أخرى من الصحة، وهي التالية بعد الصحة البدنية ثم صحة العقلية الروحية والعاطفية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.